بنرحب فيكم مرة ثانية بالمشاركين في هذا اللقاء. شكرا دكتورة لينا على تعريف أو على مجمل اللقاء الموسم الماضي، وشكرا دكتور حسين إن قدمت الموسم القادم لنشاطات المجموعة. بذكر أنه إحنا ممكن نستقبل كافة الأسئلة عبر Q&A question and answer أو QA بالفرنساوي، وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي الانستغرام، فيسبوك، اليوتيوب. يمكن تبعتوا أسئلتكم ونجاوبها، وإحنا هون موجودين لخدمتكم. وهلأ حاليا يسعدني أن أقدم الزميلة الدكتورة فاطمة أبو طيبان، الرئيسة رئيسة رابطة الكويت لمرض الروماتيزم، وكذلك الرئيسة الحالية للرابطة العربية لجمعيات الروماتيزم، لتلقي كلمة الرابطة. أهلا وسهلا دكتورة فاطمة. السلام عليكم. المجموعة العربية للتوعية بأمراض الروماتيزم هي جزء من الرابطة العربية لجمعيات الروماتيزم، وتختص بنشر التوعية في العالم العربي. منذ إنشائها إلى الآن استطاعت الوصول إلى ملايين من مرضى الروماتيزم في العالم العربي عن طريق الحملات التوعوية التي تقيمها باستمرار. عنوان حملتنا الجديدة: معا للمشاركة في نشر التوعية. ما هي أهمية نشر التوعية في الوطن العربي وبالذات بالنسبة لأمراض الروماتيزم؟ بداية خلونا نعرف ما هو المقصود بالتوعية. التوعية هي نشاط يهدف لتركيز انتباه مجموعة واسعة من الناس إلى مسألة أو قضية معينة. ففي حالتنا هذه النشاط هي الحملة التوعوية لأمراض الروماتيزم، فهي تهدف لتركيز انتباه مرضى الروماتيزم لموضوع معين، مرض، أدوية، أو حتى توصيات معينة. لماذا نحتاج للتوعية لأمراض الروماتيزم؟ في الحقيقة هناك العديد من الأسباب لأهمية التوعية بالنسبة لأمراض الروماتيزم، ولكن في النهاية جميع هذه الأسباب تصب في هدف واحد، وهو مساعدة المريض التغلب على مرضه وعيش حياة طبيعية. أحد أهم أسباب التوعية لأمراض الروماتيزم هو توضيح مفهوم الروماتيزم. مفهوم الروماتيزم يتداول بطريقة خاطئة بين المرضى. الكثير من المرضى يعتقدون بأن كلمة روماتيزم هي مرض، وهذا الكلام خطأ. كلمة روماتيزم هي مصطلح يستخدم لوصف أمراض الروماتيزم الخاصة بالمفاصل والأنسجة والأربطة، ويندرج تحتها العديد من الأمراض، تصل تقريباً إلى 200 مرض، منها مرض الروماتويد، مرض الذئبة الحمراء، أو خشونة المفاصل. فكلمة روماتيزم بحد ذاتها ليس اسماً لمرض، ولكنه مصطلح يندرج تحته العديد من الأمراض الروماتيزمية. هدف آخر للحملات التوعوية هو توجيه المريض للتخصص الصحيح. كثير من المرضى يتأخرون في زيارة طبيب الروماتيزم، مما يؤدي إلى تفاقم المرض أو حدوث مشاكل أو تشوهات بالمفاصل، لأن المريض من بداية لا يعرف إلى أين يتجه. فبمجرد أن المريض يصاب بآلام أو التهاب بالمفاصل، ممكن أنه هو يتوجه إلى طبيب العظام، ولكن هناك اختلاف بين طبيب الروماتيزم وطبيب العظام. طبيب الروماتيزم هو طبيب باطنية يختص بعلاج الأمراض الروماتيزمية المناعية وغير المناعية، ويتم وصف الأدوية المناسبة لها، في حين أن طبيب العظام هو جراح ويقوم أكثر شيء بمتابعة حالات الكسور والأورام العظمية. ولكن لا يمنع أن هناك بعض الأمراض التي ممكن أن يشترك التخصصين في علاجها، مثل هشاشة العظام، خشونة الركبة، أو آلام الظهر. سبب مهم أيضاً للحملات التوعوية لأمراض الروماتيزم كما ذكرت هو التشخيص المبكر. لماذا نحتاج تشخيص مبكر لمريض الروماتيزم؟ التشخيص المبكر، مجرد أن المريض يزور طبيب الروماتيزم بصورة مبكرة ويتم تشخيصه وصرف الأدوية بصورة مبكرة للمريض، ممكن أنه يمنع تفاقم المرض، ممكن أن يمنع تآكل المفاصل والتشوهات، كذلك ممكن يمنع تطور المرض وحصول حالات هيجان للمرض، وفي النهاية طبعاً المريض ممكن أنه يعيش حياة سعيدة مع أفراد أسرته. أهمية أخرى لحملات التوعوية هو توصيل معلومات عن المرض والأدوية. فمرضى الروماتيزم ممكن أنهم يستزيقون المعلومات من المصادر الخاطئة، مثلاً الأصدقاء ولا الجيران، ولا حتى مصادر خاطئة على وسائل التواصل الاجتماعي، اللي ممكن أن هي بدل ما أن هي تنفع المريض، ممكن أن هي تؤدي إلى تدهور الحالة. فهدف حملات توعوية هي توصيل المعلومات الصحيحة
التي يحتاجها المريض عن مرضه وعن الأدوية التي يتناولها، وكذلك إزالة المخاوف المتداولة عن المرض والأدوية. فمريض الروماتيزم بمجرد أنه هو يسمع أنه هو مصاب ممكن أن تبدأ المخاوف، ممكن أنه هو يفكر أن المرض ممكن أنه هو يدمر مستقبله، أو أنه هو ممكن أنه هو يمنع أنه هو يمارس حياته اليومية بصورة صحيحة، وهذا الكلام خطأ. وكذلك نفس الشيء بالنسبة للأدوية، فبعض الناس يعتقدون بأن أدوية الروماتيزم ممكن أن هي تدمر الأعضاء الداخلية وخصوصا الكلى، وخصوصا طبعا بالنسبة لدواء الكورتيزون. مجرد مريض الروماتيزم يسمع كلمة كورتيزون يبدأ أن المريض ينفر من الأدوية، أو أنه هو يخاف أنه هو يتداول الكورتيزون. وطبعا هذا كلها بسبب أن المريض يأخذ معلومات عن الأدوية وعن مرضه من المصادر الخاطئة. هدف آخر لأهمية الحملات التوعوية هي نفي الشائعات والمعتقدات الخاطئة. هناك الكثير من المعتقدات الخاطئة في أمراض الروماتيزم. واحد من هذه المعتقدات بأن أمراض الروماتيزم تصيب الكبار في السن فقط، وهذا خطأ. أمراض الروماتيزم ممكن أن هي تصيب الأطفال أو تصيب الإنسان بأي مرحلة من مراحل الحياة. معتقد خاطئ آخر متداول، وهو أن إذا مريض الروماتيزم أصيب بالتهاب بالمفاصل وتورم، واحتاج طبيب الروماتيزم أنه هو يسحب السائل الملتهب وممكن حقنه بإبرة كورتيزون، يعتقد بعض المرضى بأن عملية سحب الماء هذه خاطئة، وممكن أنها تؤدي إلى نشفان المفصل وتؤدي إلى حالة المفصل تسيء أكثر من أن هي تتحسن، وهذا الكلام أيضا خطأ. سبب آخر لأهمية الحملات التوعوية لأمراض الروماتيزم هي توصيل أحدث الدراسات والتوصيات الدولية، وهذا الموضوع حدث بالفعل عن طريق المجموعة العربية للتوعية بأمراض الروماتيزم خلال جائحة الكورونا، حيث قامت المجموعة بنشر أحدث الدراسات التي كانت تنشر في العالم حول أمراض الروماتيزم، وخاصة في وجود الفيروس الكورونا، حيث قامت بنشر علاقة الكورونا مع أمراض الروماتيزم من حيث اللقاح، ماذا يفعل مريض الروماتيزم إذا أصيب بالكورونا، هل يوقف أدويته، هل يستمر معها. تم هذا جميعها نشرها عن طريق المجموعة. كذلك قامت بعمل توصيات محلية خاصة للعالم العربي وموجهة لمريض الروماتيزم في العالم العربي، أيضا خاصة بالكورونا وماذا يفعل مريض الروماتيزم من حيث أدويته واللقاحات. آخر سبب للحملات التوعوية لأمراض الروماتيزم هي الاستماع للمريض و الرد على استفساراته. فتقوم المجموعة في خلال حملاتها التوعوية بتخصيص فقرة كاملة للرد على أسئلة المرضى على الهواء مباشرة، استقبال أسئلتهم والرد عليها من قبل استشاريين الروماتيزم. واستقبال الأسئلة والرد عليها لا يتم فقط على الهواء مباشرة، ولكن أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات الخاصة بالمجموعة، حيث أنها مفتوحة على مدار الساعة لاستقبال أسئلة المرضى والرد عليها. وفي الختام أتمنى من الجميع التسجيل والمشاركة في الحملة، فالحملة أقيمت لكم وعلشانكم، والله يحفظ الجميع. شكرا دكتورة فاطمة رئيسة الرابطة العربية لجمعية الروماتيزم على الكلمة الغنية بالمعلومات والمفيدة لكافة المشاركين والمرضى وذويهم أو المهتمين بأمراض الروماتيزم. وبذكر أنه ننتظر أسئلتكم عبر Q&A بالزوم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك إنستغرام يوتيوب. من آخر اللقاء سنجيب على كافة الأسئلة كافة المشاركين والمشاركات.